السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هسه ننتظر السرع على مود نشوفكم اليوم شلون اللي عنده بطاقة البنك الزراعي وطريقة السحب ان شاء الله. بس انتظرونا تخلص البنية ويصير خير ان شاء الله. هذا شارع تشفلك صورتكم قبل كم يوم. المهم اللي عنده بطاقة بالبنك الزراعي شوفكم الطريقة السحب اللي عنده بطاقة البنك الزراعي. لو لازم سرعة ابو عباس لو وقفت وراهم اي واحد من دول يخلص نفس الشيء. طريقة دخول البطاقة زين. تختار اللغة ماكو اختيار اللغة. هاي هنا الشفرة مالتك او السر يسمونه الدب جيد. السر مالتك جيد يطلع لك ايفت. هسه عندنا هاي كلمة ايفت دسنا عليها وراها باراتشيك هاي المبلغ الموجود تسحبته. اها. من 20 40 50 واذا غير مبلغ تدوس الدق جار. جيد. تدوس عليه. شوف الطريقه اللي راح تطلع بيها الفلوس. فلوس تطلع منها مو؟ ايوه. ويطلق وصل بيها نفس الشيء. ايوه وصل. هذا الوصل اول شيء. وصل مع المبلغ. وهاي الفلوس وهاي البطاقة اللي تخليها تشوف مداخلة لأن الجهاز يبلعها. اها يبلعها الجهاز يطلع. يعني رأسا أيضا. خير ان شاء الله. هاي كل ما يخص السحب السحب بطاقة. الآلي السحب الآلي بالبنك الزراعي وتقدر تسحب يمكن من جوهم طبيعي اللي يريد يسحب اللي يريد بالدولار يمكن اعتقد الدولار موجود تسحب بالدولار ولا حتى من لازم ماكينة حتى بالدولار تسحب. خير ان شاء الله. اي لا موجود من لا من لا شغله طريقه حلوه وزينه وسهله وتهمن على فلوسك انت اسهل من اسهل ما حاط فلوسك ببيتك او بجيبك بالضبط وشغله اقتصاديه بدل ما تحطك يعني 400 500 ريال تسحب لك والمبلغ هسه راح طبعا اخليه احكي على مدشات الارباح اللي كل 50000 ليره ما يقارب دفتر احنا نسميها بالعراقي 10000 دولار عليها 1750 ليرة كل شهرين. هاي سألت عليها طبعا طريقة السحب مات الأرباح عندهم شهرين وست أشهر وكل سنة اللي يريد يسحب الأرباح بشرط ال 50000 ليرة تبقى سنة بالبنك ما يلعبون بيها. يعني اللي عنده 50000 ليرة تبقى سنة ما يلعب بيها هي طريقة تجيها أرباح كل شهرين 1750 أقل شيء فما فوق حسب الشغل مالتهم نوبات 2000 ليرة نوبات بس 1750 وهكذا. هاي طريقة مالتهم اي مالت البنك الزراعي وشفنا السحب مالته بالبطاقه واي واحد يقدر يسوي حساب بالبنك الزراعي يعني ما لهم علاقه انه انت ما يحق لك وما كذا. واكو بالعراق فرع له نفسه مو اعتقد نفسه فرع بالعراق موجود بنك زراعي بالعراق اللي يريد يسوي مثلا بالعراق ويحط فلوسه كلها هناك ويقدر يجي يسحبها منها. اي نفس الكود ونفس الكذا ما ضرائب ماكو يعني ولا هذا. اي طبعا هاي الاليه شوف هسه هنا الصراف الالي هذا خاص بهالك بنك اللي خاص بالهلال الاحمر اللي ورانا كان مال البنك الزراعي يعني يختلف مال البطاقه مال البنك الزراعي ما تشتغل بهذا الصراف. هاي المعلومات يعني هذا هالك بنك خاص بالهلال الاحمر وهناك البنك الزراعي. على كل حال هذا الفيديو اليوم شيء بسيط بس عمود البطاقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.